بسم الله والابن ابن الروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور رجاء. محبه جديده على القناه يضغط زرار الاشتراك ويفعل زرار الجرس. هنبدا مع بعضينا فيديو هام جدا جدا جدا، وهو هل قانون الايمان المسيحي بدعه ولا لا؟ وايه اللي يثبت كده؟ يلا يا جماعة، اهلا بكم جميعا في هذا البث عشان نفهم كلنا ونستوعب سويا هذا الموضوع. سلام ونعم يا نعم، اهلا بيكي اهلا بيكي. يبدأ بنعمة ربنا، بس من فضلك يعني كم شير كده بسيط، حتى على الأقل كم شير كده للإخوة. تعيش، ربنا يباركك، الله يباركك. الله يباركك. مشاركات يا إخوة لو سمحتم، مشاركات يا إخوة. مشاركات سلام عزراء. أمين أمين. نبدأ في موضوعنا، نبدأ بنعمة الله في هذا الموضوع، ونبتدئ ونقول إن أول حاجة قوانين الإيمان، كان يوجد قوانين إيمان قبل قانون نقية. قانون إيمان نقية، ما هو القانون إيمان نقية وما كان قبله؟ مبدئيا قانون الإيمان مش بدعة. طب إزاي يا عم اثبت لنا؟ هنلاقي فيه قوانين إيمان مستند إليها قانون إيمان نقية، واللي كتبوا ثلاثة البابا ألكسندروس والشماس أثناسيوس ومعهم أسقف ثالث. قانون الإيمان الآباء الرسل سلام المسيح أخي شريف في روما في أواخر القرن الأول الميلادي، في القرن الأول الميلادي أهو، بيقول قانون إيمان الآباء الرسل: أؤمن بالله ضابط الكل، خالق السماء والأرض، وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي حبل به بواسطة الروح القدس، ولد من العذراء مريم، وتألم في عهد بيلاطس البنطي، صلب ومات ودفن، ونزل إلى الجحيم، وفي اليوم الثالث قام من الأموات، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين الآب ضابط الكل، ثم يأتي للذين الأحياء والأموات، وأؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة، وشركة القديسين، وغفران الخطايا، وقيامة الجسد، والحياة الأبدية. هو المفروض كان يبقى 10، بس أنا كنت في درس كتاب مع إخوة زملاء. عذرا. سلام ونعم أختي أيوي تو، أهلا بك. اتنين، احنا خدنا كده قانون إيمان الآباء الرسل. تاني قانون استند ليه قانون الإيمان النقاوي هو قانون إيمان القديس إيريناوس في فرنسا 170 ميلاديا. سلام ونعم كرولوس. خد بالك بقى كرولوس الله يكرمك، لأن في ناس جاية بتخلط تستفزنا في البث ده. البث ده مهم لاهوتيا جدا. قانون الإيمان ليس بدعة، وتم استقاؤه من الكتاب المقدس ومن قوانين الآباء السابقة.
قانون إيمان القديس إلينوس بيقول إيه؟ بيقول نؤمن جيسوس أندرسكور جاد، أهلا سلام ونعمة، نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، وبيسوع المسيح الواحد ابن الله ربنا الذي خلص الذي صار جسدا من العذراء لأجل خلاصنا، وإلهه في عهد بيلاطس البنطي وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات جسديا ومجيئه من السماوات في مجد الآب لكي يضم كل الأشياء في رأس واحد ويجري حكما عادلا على الجميع وبالروح القدس، وأن المسيح سيأتي من السماوات ليقيم كل جسد وليدين الأشرار والظالمين في النار الأبدية ويعطي المستقيمين والقدسين خلودا ومجدا أبديا. ازيك عامل ايه؟ نشكر ربنا اخ محمد علاء. الحمد لله الحمد لله، كمل وتقف. شكرا اخ بير. عبد الله اريح اريح، سيف ريحين. يبقى كده يا جماعة في قانونين ايمان شفناهم، قانون ايمان الاباء الرسل وقانون ايمان القديس إلينيوس. الاخ اللي زي ده تدوله بالجزمة وتدوله بلوك كده وتريحونا من وش امه. الشخصيات اللي جاية تستفزنا غوروها، انا مش مستحمل النهاردة بالذات. ماشي اخونا بيير، تعيش ربنا يباركك. قانون الايمان التالت اللي جه منه قانون الايمان اللي احنا بنصليه حاليا، قانون ايمان العلامة ترتريان اللي هو في شمال افريقيا في سنة 200 ميلادية. موجود الرد ده يا اخ خالد على قناتي على اليوتيوب، اتفرج عليه. نؤمن بإله واحد خالق العالم الذي أوجد الكل من عدم وبالكلمة ابنه. يسوع المسيح الذي نزل إلى العذراء مريم خلال روح الله وقوته وصار جسدا في أحشائها وولد منها وصلب على الصليب في عهد بيلاطس البنطي ومات ودفن وقام في اليوم الثالث ورفع إلى السماوات وجلس عن يمين الله الآب. سيأتي ليدين الأحياء والأموات والروح القدس الباراكليت القدوس مرسلا من عند الآب بواسطة المسيح، وأن المسيح سيستقبل القديسين بعد استعادة الجسد في متعة الحياة الأبدية ومواعيد السماء ويدين الأشرار بفكر الأبدية. الله. قانون الإيمان الرابع اللي استوقع منه قانون الإيمان اللي احنا بنصليه دلوقتي، يونس في كرتاجنة 250 ميلاديا، نؤمن بالله الآب وبابنه المسيح وروح القدس ونؤمن بغفران الخطايا والحياة الأبدية خلال الكنيسة المقدسة. ده كده قانون الإيمان الكامل الخامس، قانون الإيمان الرابع آسف. نخش على قانون الإيمان الخامس، قانون الإيمان لقديس غروغوريوس أسقف قيصرية الجديدة 270 ميلاديا. رائع، خامس قانون. يا إخوة يا مديريتوس من فضلكم، الناس اللي بتهبل ارزع على طول الميوت، ارزع ميوت. نؤمن بالله الآب وبرب واحد إله من إله الصورة وهيئة اللاهوت الحكمة والقدرة التي أوجدت كل الخليقة لابن الحقيقي للآب الحقيقي بروح قدس واحد خادم التقديس، فيه يعلن الله الآب الذي فوق كل الأشياء ويعلن الله الابن الذي هو خلال كل الأشياء ثالوث كامل غير منقسم ولا مختلف في المجد والأبدية والسلطان. ستة، قانون إيمان لوقيانوس أنطاكيا سنة 300، نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق كل شيء والمعتني بكل شيء ورب واحد يسوع المسيح ابنه المولود من الآب قبل الدهور إله من إله الحكمة الحياة النور الذي ولد من العذراء حسب الكتب وتأنس الذي تألم من أجلنا وقام من أجلنا في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب وسيأتي أيضا بمجد وقوة ليدين الأحياء والأموات وبالروح القدس المعطي للتعزية والتقديس والكمال الذين يؤمنون. كمان قانون الإيمان النقاب القسطنطيني استقى من قانون إيمان القديس كيرلس الأورشليمي أو الشليم 350، نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور لا حق به كوننا كل شيء تجسد وتأنس صلب ودفن قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب سيأتي في مجد ليدين الأحياء والأموات ليس المقيم قضاء وبروح قدس واحد الباراكليت الناطق في الأنبياء
معمودية واحدة للتوبة لمغفرة الخطايا، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة، وبقيامة الجسد، وبالحياة الأبدية. تامن قانون كنسي هو قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني، يعني سبقوا 7 قوانين كنسية. جه في بقى ايه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، سيولى في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس المقيم غضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسكم الآب، نسجد له ومجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي آمين. بناء على 7 قوانين اللي قلناهم في الأول استند البابا أثناسيوس اللي هو كان شماس وقتها، والبابا ألكسندروس وكان معه أسقف للأسف مش في ذهني دلوقتي حاليا، التلاتة كتبوا قانون الإيمان استنادا للكتاب المقدس والقوانين السابقة. قوانين الإيمان السابقة يعني قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني مش هو أول قانون إيمان يتم صياغته في الكنيسة، ولكنه بالتقريب ثامن قانون إيمان. اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب هيجاوب، غير كده ما يسألنيش يا جماعة، ما يتوقعش إجابات خالص، ما توقعش إجابات. ثانك يو. جورج حبيبي، حبيبي يا جورج، ثانك يو جورج. ايوه كده يا جماعه، فرحوا الناس اللي هنتبرع لهم بالفلوس دي. حبيبي، ثانك يو جورج، ثانك يو غاوتو، ربنا يبارككم جميعا ويبارك عطاياكم. سلام مسيح، سلام ونعمه، خلي بالك انا مسيح في نعمه احسن من دين في العالم. بالظبط، الله ينور عليك يا خبير. حبيبي يا جورج، ثانك يو غاوتو، الله الله الله، غاوتو. هيا يا جماعه الهدايا بتفرح بصراحه. غاوتو. برافو، اخيرا المسيح ايه ده، كل حاجه في حياتي. الله عليك، الله عليك يا اخ محمد علاء، يا عم اتعمد، الله يكرمك يا عم محمد صبري، مش وقتك انت، سيات تستغفر هنا يا عم. تاني طايفة خش على قناتي وانت تعرف ده في الاجبية. في الاجبية حبيبي جورج، ترى تكلم نفسك يبقى انت اعمى، انت شايف كل دول وبتقولي بكلم نفسي يبقى انت اعمى. ثانك يو جورج. غاوي تو. الله أكبر، الله أكبر، أنت فاهمها غلط، هي تقول الله الأكبر، أنت جاهل باللغة العربية. بس أحمد بيقول مفيش فرق، كلنا فرق بينا، كلنا اخوات. لا في فرق في اللي بيعملوا فرق، وانت يطلع بس مش فاهم يعني، انا مش حياة بس انت اول كان ولا ابونا ولا لا، انا لسه ما بقتش اب كان. احمد قناة اسمها دكتور اوغستين يا جماعة، هي بنفس الاسم ده، او اوغستينو السمعان. واشكركم يعني، القناة وصلت لعدد مشتركين حلو، كملوها بقى، كملوها معانا بقى، خلوا المتطرفين يتحرق دم اللي جابوهم مش دمهم بس.
دم اللي جابوهم. يا عبد الرواني، لما تيجي تتكلم مع أهل الكتاب تجادلهم بالتي هي أحسن يا أخ. سلام مسيح، أهلا. غاوي تو مضحية النهاردة بتضحية حلوة أوي. غاوي تو، غاوي تو أحسن دكتور في الدنيا. شكرا شكرا. وحضرتك من اسكندرية؟ أنا حضرتي من مصر. من مصر دعوته يا ابني. مبارك شعبي مصر، مبارك 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 شعبي مصر. اتحرق دمهم، اتحرق دم المتطرفين، اتحرق دم المتطرفين. سلوشن، قول لهم انا من دمشق. ممكن تتخبرني على تؤمنون بالانبياء؟ خش على قناتي على اليوتيوب يا ليلى، او اكتبي سؤالك على اليوتيوب وانا جاوب. سلام مسيح، اهلا. سلام ونعمه. نشوف الدعم يا جماعه عشان نقدر الداعمين برضو. ثانك يو غاوتو. اسكندريه بقت في اوروبا. ماشي يا عم، فاهمني يا غاوي. ده اسم داعم القناه يا اخ، داعم القناه. انت من مصر؟ ممكن بس اسال حضرتك خدمتك التبشير؟ تطوعيه من الله. الله وجهني لهذا الاتجاه وانا قبلته، وديني ماشي فيه، وديني ماشي فيه، وديني ماشي فيه. غاويتو غاويتو. يلا يا جماعه، مين هيشاركنا في دعم القناه تاني؟ مين هيشاركنا؟ عشان الحاجه اللي بتيجي من حضراتكم التبرعات بنعمل بيها خير، بنعمه ربنا بنعمل بيها خير قدر الامكان، قدر الامكان. يا عم ما تفسر كلامك او اسكت. لكم دينكم ولي ديني، دي تقوليها حضرتك لكفر قريش مش لينا. مصر ام الدنيا استاذ. شكرا يا حبيبي. حضرتك الرزوكس، شوف على قناه على اليوتيوب، في كل ديانه في متطرفين. ماشي يا رب، ارسل عليها يا عم. الله يكرمك ويكرم اصل امك. يلا كده اخش الجنه. اخشها. الجواهر طالعة من فمك لا تقدر بزمن، بزمن. ربنا يكرم، ربنا يكرم. انا مستني ربنا يعوضنا بتلاتة اربعة مليون دولار. متقلقش. هديت كام واحد المسيحية؟ كتير. خش على قناتي وشوف، تفهمني الشوفة اللي فيه كده. 18 عارف حكايتها بتسجل حبيبي. طب كويس كويس، جدع جدع جدع. أخي محتاجة صلاة، ابني مصاب بالتوحد. واختنوها، ربنا يقوي إيماني وإيمانك بشفاعة جسده ودمه، بشفاعة أمنا العذراء وكل صفوف الشهداء والقديسين. ربنا يتمجد مع ابنك بكل هذه الشفاعات، وربنا يسوع المسيح أولا وأخيرا، ويسنده ويرفع عنه المرض ده. وربنا قادر يتمجد، وتيجي حضرتك تقول لنا ان ربنا اتمجد. قادر لاجل اسمك يا رب اتمجد، وارفع عن ابن اختنا نهى التوحد. امين. سلام مسيح ستيفن. ثانك يو. شوف حد بعث لك شيء. ما هو بيبعته، بيبعته يا عم. تخليت حتى كتير صدقوني. ربنا نعمة ربنا، لست انا ولكن نعمة الله التي فيا، لست انا ولكن نعمة الله التي فيا، لست انا ولكن نعمة الله التي فيا. تعيش، ربنا يباركك، تعيش. امين. ما تشوف حد بتبرع؟ ما انت شايف، شايف اخو تو اهو برع، وجوز تبرع، وكلهم هتبرع. انت متضايق ليه يعني؟ ما اكسفوها يا جماعه، اكسفوها. خايف اهو. معلش معلش، حاضر يا عم. ما تعرفناش ابونا بقى، خطيبي ابوه راح السما، هو مش عارف اعمل له ايه. صلي وربنا يسنده.
الإنسان بينسى، ربنا يسنده وهيمر بالمرحلة دي عادي، هياخد وقت وهينسى. أهو غاوته غاوته، شوف بقى اتغاظي بقى، يعني متغاظه غيرانه غيرانه عشان بيوصل لي هدايا، هيوصل لي هدايا تاني. ايه العالم دي؟ ايه بتغيروا ليه؟ غيرانين ليه يا جماعه؟ برع ازاي؟ لو تبرعت، التبرعات دي تسأل المستحقين المحتاجين. اللي عايز يتبرع هيلاقي اللينك بتاعي على قناتي على اليوتيوب، لينك البيبال تقدروا تتبرعوا عليه، لينك البيبال، وممكن ابعت لحضرتك اللينك في البرايفت تقدر تتبرع عليه، وباذن ربنا توصل لمستحقيها، وانا هحاسب على كده ما تقلقوش. سألتك سؤال يا اخي. حاضر. ربنا هي بص مهما كان حصل بياخد وقت، وقت شهر شهرين وهيرجع ربنا، يعني اسنده، هيبقى متأكد من ايه؟ ان ربنا هي وده السما، يعني ده اهم شيء، مش العبرة ان احنا نبقى قاعدين في الارض. ما كده كده مهما طالبنا الزمن مش هنفضل قاعدين في الارض، يعني سلام ونعمة. حلوة كيرولوس، ان انت شفت الرد ده، جدع جدع. انا ما درستش مخطوطات، انت جبتها يعني برضه حلو. احنا بنكره اللي بيتعامل معانا كوحش بس، وحتى في ناس مننا ما بتكرهش حتى تعمل وحش. يا عم انت مالك يا عمر؟ وانت مالك يعني؟ انت مالك؟ خصكش. ما يخصكش. خش على قناتي على اليوتيوب وانت تعرف يا اخوي. هذا انا من حساب التاني والسؤال هو: ما حكم قتل المثل او ضربه بالحجارة؟ ما عندناش في المسيحية تحليل للمثلية الجنسية، وبرضو ما عندناش في المسيحية قتل اي حد. ما ينفعش نقتل اي حد، لا مثلي ولا مش مثلي، مش عندنا. شخصية مثلية ربنا يحاسبه، شخصية مش مثلية ربنا يحاسبه، حساب عند الله مش عندنا احنا. ما فيش حاجة اسمها نقتله، ما عندناش. لا الزاني ولا القاتل عندنا في المسيحية. المسيح قال: من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر، من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. من حقك تنتقد لما يكون عندك المسؤولية، أو لما يكون حد غلطان في حقك. يعني أنا مثلا اتلعب في درجاتي في الكنيسة في الإكليريكية، من حقي أنتقد اللي بيحصل، يعني أنا تزيد، والمسؤول من حقه إن هو يعاقب المزور، لكن إن هو ما يحاسبوش دي برضه يعني. أنت لو أنت في حاجة تأثرت بالحاجة حقك تنتقد، تقتل حد عمل شخطية او شر او حاجة زي كده، لا مش من حق، مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. هو ربنا اللي يحاسب ويدين. تمام. غلطة نساخة يعني تقصد، صح؟ تمام. ربنا ليك، احترم كل ديانة مسيحية. شكرا اخ محمد علي. بس احترام مش كفاية. شو الفرق ما بين الطوائف المسيحية؟ خش على قناتي على اليوتيوب قائمة تشغيل الحوار المسكونية، هترد علي سؤال حضرتك ده. يلا لا اعلم الفرق. انت بتتكلم على يعني صليب فيه رايه وصليب ما فيهوش رايه؟ مش عارف الفرق، بس ممكن ادور لك. انت حافظ الانجيل حبيبي؟ الانجيل اهم من حفظه كلاما، حفظه في الحياه. قد ما تحفظه في الحياه تعمل افعال.
الأهم إن أنت تعمل أعمال خير. يعني في بعضنا بيحفظوه، بس الأهم من حفظه ككلام إن إحنا ننفذه. ماشي، إن إحنا ننفذه ده الأهم. ملخص الفيديو إن كان في 7 قوانين إيمان على الأقل، كان قانون الإيمان قسطنطين، وبناء على بالظبط كتير حافظينه. كمان حفظه بالأفعال. Thank you غاوي تو، Thank you. طب يا عم المسلم اهلا بيك، ماشي تحترم الديانات الاخرى، ماشي اهلا بيك. عرفنا يا جماعة النهاردة كده محور هذا الفيديو، ان قانون الايمان النقاوي القسطنطيني اتعمل في نقيا، اتكمل في قسطنطينية، واتحط له مقدمة قانون الايمان نعظمك يا من نور في افسس، في مجمع افسس، في المجمع الثالث المسكوني. كل ده ما كانش بدعه، ده جاي نتيجه الاستناد لكلام الكتاب المقدس، وجاي الاستناد على الاقل 7 قوانين ايمان كنسيه كانت موجوده بدءا من القرن الاول الميلادي اللي كان فيه المسيح اتولد وصلب وقام وصعد للسماء. عندك سؤال حطي على اليوتيوب وتعالي اجاوبك عليه. يلا صلب، يعني هو صلب. حاضر عليا سوليوشن، بس السلام امانه يا جماعه على المودريتورز بالذات، السلام امانه. مشاركه قوائم التشغيل في اليوتيوب ومشاركه قناه اليوتيوب على بعضها لكل الناس من فضلكم، عشان في ناس كتيره فعلا بتغير للمسيحيه بسبب القناه، وطبعا مشاركاتكو ضرورية جدا. فمع لا تكسلون. مساء النور يا اخت هاجر، اهلا بيك اخت هاجر، من الناس المتابعين برضو على قناة اليوتيوب، يعني جدع جدا. وراوي تو برضو نفس النظام. اعوذ بالله ليه، اعوذ بالله ليه، يعني الله ظهر في الجسد، يعني انت مستغربة ليه، يعني أعوذ بالله ليه. تعالى آمن وتعمد وبقى مسيحي وهي هتخش الجنة كده، غير كده مش هتخشها ولا تشوف أمها. ازاي بالنسبة لكم؟ خش على قناتي على اليوتيوب هتعرف. اللي عايز يسأل على قناة اليوتيوب بالظبط، يحط سؤال على اليوتيوب ونجاوبه. يا عم سيبك بقى، فكك من المعتقد اللي انت بتعتقد بيه، انت جاي هنا بتسمع المسيحيه، نظف دماغك واسمع المسيحيه. اه ينفع، عندك سؤال تفاصيله بقى حط سؤالك على اليوتيوب انا اجاوب. ما تصدقناش يا جماعه الدنيا بالليل يا عم، انا ما خليتش الاله محدود وهو مش محدود اصلا، هو الله مش محدود. عايز تفهم حط سؤالك على اليوتيوب، مش عايز تفهم خلاص. عاوزين لايف يوتيوب عينيا، حاضر عينيا. بس يا اخت هاجر محتاج من حضراتكم جميعا مشاركات على البثوث وعلى الفيديوهات، مشاركات في مشاركات بس عددها قليل يا جماعة، لا يليق بالقناة، لا يليق بحجم القناة يا جماعة، لا 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 لا. محدش يقول لي، محدش يقول لي باتون سريع بيوصل ملايين مشاهدات، وقناة زي كده بيتهدف لخلاص الإنسان مش واصلة لأرقام كبيرة، حرام يعني، حرام 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 حرام. هغني هغنيها يا عم، أنا مش عم، أنا مش هجاوب هنا يا عم، أنا ضامنها لنفسي يا أخي، لأن ربنا هو اللي ضمنها لي. أنت زعلان ليه؟ ربنا ضمنها لي يا عم، يا عم احمد ربنا بعيد عننا، ما تقرفناش الله يكرمك، خد بعضك وامشي مش ناقصة وش.
يا عم الله يكرمك، بطل عبط وروح اكتب اسمها صح الأول وتعالى اتناقش معايا. ده حاجة على فكرة. بص، لو حاولت تنتقد المسيحية بكل اللي فيها ده مش هيعني اللي ديانتك صح. امشي بقى امشي بقى، متصدقش اللي جابونا. طب ما تضفوا دماغكوا بقى. اللي عنده سؤال يقعد على اليوتيوب عشان فاضل دقيقتين. دقيقتين؟ لا، 5 دقايق بالظبط. فين الضمان؟ وريني لما تقابلني في السماء إن كنت هتدخلها أصلا. يقول لك أكبر دليل إن المسيحية غلط إن المسيح بيخش مناظرة مع شيخ مسلم يرد أصلا. ده بقى رأي العبيط. من نفسك منتهى الاستعباط. تستعبط مش عبيط، أنت بتستعبط حقيقة. خد بعضك وانصرف بسلام أحسن. يلا، عشان يعني ما بحبش الغباء يعني. دمك يا أخ سي زيرو، فاكر كل الناس زي أمك. يا عم لما تغلط غلط املاها، ما تجيش تتكلم معانا. سألتك سؤال ولا يا دكتور؟ حاضر، شوف سؤال يجاوبوا ايه بقى. يا جماعة احنا قوة المناظرين عندنا مش في قوتهم هم في حد ذاته، في قوة الكتاب المقدس الأساس، وقوتهم هم في المعرفة بالكتاب المقدس. اللي المناظر اللي عارف الكتاب المقدس هيعرف يناظر الغير مسيحي بطريقة جديدة جدا. اعذرني. ماشي يا عم، انت طارق، انت غبي، امشي خشش تاني يا طارق. اشرح الثالوث بسبب في ناس تحس بالمسيحية ان المسيحية شرك. حاضر حاضر، اشرح الثالوث واقفل بموضوع الثالوث. الله كائن عاقل حي. الله العاقل الكائن، كينونة ذاتية، الآب مصدر كل شيء، الإب عقل الله الناطق، لأن الله عاقل وكل العقل اللي خلق الكون ده كله أكيد عاقل. الروح القدس روح الله، لأن الله حي مش ميت. فالله آب كائن بذاته، ناطق بكلماته يخنوم الإبن، حي بروح الروح القدس. تمام، حي بروح الروح القدس. فبالتالي صراحة كده الثالوث أهو موجود. الثالوث موجود، فالثالوث موجود. أنتوا بتحكوا في إيه؟ الثالوث موجود في المسيحية أو موجود في الإسلام، وطلعته في قائمة التشغيل. القرآن يشهد للمسيحية. خشوا اتفرجوا وهيعجبكم. خشوا اتفرجوا وهيعجبكم. ده ببساطة التثليث. انتقل بقى اقول لكم سلام يا اخوة، واقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور اوجستين. رجاء محبة موجود في الاسلام. شوف القرآن يشهد للمسيحية هتلاقي موجود في الاسلام. انت ما حطيتش سؤالك على اليوتيوب مش هجاوبك. خش على القناة على اليوتيوب اتفرج.
تلميح بسيط، سيد المسيح روح الله وكلمة منه، روح وكلمة، والله وثالوث. ألقاكم على خير. سلام الله معكم يا إخوة، ومع روحك أيضا غاوتو. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا يعني شكر خاص ليكي، وشكر لي أخونا جورج، وشكرا خاص خاص جدا لغاوته. ربنا معاكم. لا تقفل، في ناس تريد تعرف الحقيقة، خشوا على الحقيقة على قناتي على اليوتيوب. قناتي اسمها قناة دكتور أوغستين، خشوا عليها على اليوتيوب. القناة موجودة في علامة اليوتيوب وموجودة في الوصف، تقدروا تدخلوا عليها. موجودة تكتب بالانجليزي دكتور أوغستين dr.augustin، ده هي تاخدك وتاخد اهلك وتاخد اللي جابوك واللي خلفوك يا وليد. دكتور أوغستين dr.augustin، او تكتب أوغستين السمعان الف غين سين طه يه نون واو سين سمعان سين ميم عين الف نون. تاني، القناة موجودة في الوصف او على اليوتيوب، موجودة جنب تحت صورتي او كلمة دكتور أوغستين. اسهل حاجة علامة اليوتيوب، خشوا عليها هتعرفوا الحقيقة بجد. مسيحيين ما تخرب، حاضر، مسيحيين او غير مسيحيين خشوا اتفرجوا على قناتي على اليوتيوب على مدار اليوم، وانتوا تخرجوا ولا البطاركة في التعليم اللاهوتي. صلواتكم، وقابلكم فيديو جديد. عاش يا دكتور، شكرا اخ امير، شريف امير، شكرا. يا ملك دمك يا ملك، انت ما تربيتي، امك ما علمتكيش الرباية، انا ممكن اعلمها ليك ولامك. سلام الله معكم، خشوا على القناة.